الناس تابعت أيضا حديث البرهان القائد العام للقوات المسلحة بالأمس في قناة الجزيرة الإنجليزية، وحقيقة كانت يعني كان حديث كثير جدا جدا عن الواقع السياسي وعن الوضع بشكل عام. لكن يمكن من ضمن الحاجات اللي قال إنه الحكومة أتت عبر توافق الحكومة السابقة، يعني هو يتحدث عن الحكومة السابقة وأنه هذا التوافق الآن غير موجود، وقال إنه الشراكة الآن ليست قائمة والشراكة هي التي قادت إلى هذا التحرك، يقصد التحرك الذي بموجبه تم تغيير الوضع القائم. ويتحدث عن الشراكة وقال كادت أن تسوق البلاد إلى حرب أهلية وتجعل البلاد، وقال لن نسمح بأن يعبث بأمن وسلامة البلاد أحد، وأكد على أنه لا تراجع عن قرارات 25 أكتوبر. نشاهد هذا المقطع من حديث البرهان ثم نعود لنواصل. أنا أعتقد أن هذه الحكومة أتت بالتوافق بين قوى محددة، والآن هذا التوافق غير موجود. إذن هذه الحكومة أولا هي ليست منتخبة، والتوافق الذي قامت من أو قامت على أساسه غير موجود الآن، لذلك نحن ننظر إليها لن نتراجع عما قمنا به يوم 25 أكتوبر. هذه الحكومة قامت على أساس شراكة، والشراكة الآن ليست قائمة. هذه الشراكة كانت قائمة في البداية بين قوى إعلان الحرية والتغيير، هذه القوى الآن أصبحت مفككة وليست موحدة. أيضا هذه الشراكة قادت البلد إلى المسببات التي قادتنا إلى قيام هذا التغيير. هذه الشراكة أوشكت أن تفكك وحدة السودان، أوشكت أن تجعل حرب أهلية، أوشكت أن تجهز على الوطن. لن نسمح بذلك، أكرر أننا لن نسمح لأي أيا كان أن يعبث بوحدة الوطن أو بأمنه أو بسلامته. هذا واجب القوات المسلحة وليس واجبي أنا فقط، وإنما واجب جميع وحدات القوات. هذا حديث البرهان عن تشكيل الحكومة وعن قرارات 25 أكتوبر والمضي قدما في تنفيذ هذه الإجراءات. أعتقد أنه نحن عهدنا ووعدنا الذي قطعه الرجل بعد قراراته اللي أصدره أنه يشكل الحكومة وأنه يعيد الأمر للشعب السوداني، ده الميثاق الموجود الآن. في حال لم يتم تنفيذ ذلك سيبقى القرار للشارع وللشعب السوداني، فأنه يرفض ما قاله وما يعني ما تلاه البرهان للناس. يعني المعيار الآن الواحد والوحيد هو انتظار تنفيذ الوعود.